ومرت 10 أجيال من بعد خطية آدم، وللأسف قال الله التقرير المحزن ده عن البشر: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ولكن كان في عيلة واحدة في الأرض لسه بتصدق في الله، وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه. كان الفلك الضخم ده 3 أدوار، وطوله كان قد ملعب الكورة مرة ونص، فكان يكفي 2 من كل نوع حيوان و7 أجواز من الحيوانات اللي ينفع تتقدم ذبيحة خطية. الفلك كان فيه نظام تهوية وكان ليه باب كبير. فضل نوح يبني في الفلك لمدة 1 قرن كامل مع مراته وأولاده 3 ومراتاتهم. ونوح بيبني الفلك كان بيحذر العالم من قضاء الله اللي جاي، لكن الناس كانت بتتريق عليه. وأخيراً الفلك كان جاهز، ونوح وعيلته خزنوا فيه أكل كتير، وربنا جاب الحيوانات والزواحف والحشرات والطيور. منظرهم كان جميل وهم داخلين الفلك وبيسكنوا في 1000 الأوض اللي كانت فيه. ودخل نوح كمان هو وعيلته. والسؤال هنا: في حد دخل غيرهم للمكان الآمن ده؟ لأ، عشان كده ربنا قفل باب الفلك. واتجمعت السحب والغيوم حوالين الكرة الأرضية، وكان في رعود وبروق. في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم، وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض 40 يوماً و40 ليلة. كانت دي أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ. كل الناس ماتوا ما عدا 8 أشخاص اللي كانوا محميين في الفلك، لكن كل المغرورين واللي ما صدقوش ما عرفوش الحقيقة إلا بعد فوات الأوان. السجلات الجيولوجية والحفرية بتأكد إن القصة دي حقيقية، فنلاقي إن العلماء لقيوا كائنات ماتت غرقانة في كل الأرض الممتدة من الصحراء الكبرى لجبال الهيمالايا العالية. الله في رحمته ممكن يصبر، ولكن في عدله لازم يحكم على الخطيئة.